جمعه خرج بشلل رباعي، وتحول امره من راجل بيسعى وبيجري وبيجتهد عشان يسعد اهل بيته لراجل للاسف عاجز. حاول كتير مع العلاج الطبيعي اللي كان مكلف جدا، بس لضيق الحال وقف العلاج الطبيعي. جمعة عنده بنت من الأربع بنات متجوزة، ولسه عليه أقساط جهازها، يعني للأسف كسرة ومرض وديون ووجع كبير جدا. بس الجميل إن الراجل الطيب ده رغم ظروفه الصعبة عنده أمل كبير في ربنا، بيكلم ربنا طول الوقت، وعنده ثقة ويقين في إنه يرجع تاني، ومؤمن إن ربنا قادر على كل شيء. إحنا كمان عندنا ثقة ويقين في ربنا سبحانه وتعالى، إن شاء الله يغير الحال ويشفيه، يشفي أبو البنات جمعة. وإن شاء الله برنامجنا بر وفرحة يكون البوابة اللي يمر منها بطل قصتنا ويرجع تاني لحياته الطبيعية ويفرح وسط أسرته وبناته. بقيتني زي ما انت شايفني كده دلوقتي، ما بعرفش انقي نفسي ولا بنشرب ميه، حتى حد لازم حد يمسك الكوبايه كده يسقيني يوقيني. ابرز حاجه وجعاني ومزعلاني ان انا رايل كان حالتي زي ما انت شايفه كده، والحاجه اللي وجعتني ان بطاقه التموين بتاعتي وقفت. ليه واحد زي حالتي بطاقه التموين بتاعته يقف؟ نصرف من البيت من عند ربنا، وانا بنطلع نشتغل ما بنطلعش نشتغل، انا كلها مساعدات وكلها رايل. صاحب البنزينه مثلا يبعت لي مثلا قرشين دلوقتي على المعاش بتاعي، هو ده اللي مغطيني بس، ومديون. يعني ساعه ما جوز بنتي وانا مديون على 35000 جنيه على الرايل اللي انا جايب منه الجهاز بتاع رحمه، والحمد لله على اللي انا فيه، حمد ربنا وشكره ان انا كده، وكله بتاع ربنا. الموقف اللي بيحصل ويزعلني لما انا بيبقى طالع مثلا رايح الدكتور ولا رايح مكان، نبقى عايز حد يشيلني. ده اكتر حاجه بتزعلني وبتحس في نفسيتي، انا بندور على حد يشيلنا او حد ينزلنا من العربيه او حد يطلعني العربيه. ممكن ما الاقيش الا المدام، يابا طب انا عايزك مثلا تروح عشان في حد مثلا في مشكله في المدرسه ولا حاجه، عايزك تروح عشان تحلها لي. ما بنقدرش نروح، ما بنقدرش نبص عليه. انا نفسي حد يتبنى الحاله دي ويعالجني، ونفسي في كرسي حمام يقف معايا كده لما 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 نخش الحمام. بس نفسي مثلا ايه، نحبي كده زي العيال الصغيره كده ونخش الحمام ونيجي. ده اللي انا نفسي فيه. قبل الفجر بساعه بنصحى هو ندعي ربنا ان هو يشفيني ونرجع شغل تاني وانا نمشي على رجلي ونفرح كده يا رب زي الناس ما هي فرحانه. انا نفسي ومنى عيني ان نطير كده على رجلي، نبقى طاير كده نروح اي مكان. حاسس ان هو الطير كده عنده حريه، انما انا عندي كب مكبوت متكتف مش عارف نتحرك. قد ايه كلامك مؤثر يا جمعة، مؤثر جدا. كلنا بنتمنى لك الشفاء، ان شاء الله تخف. ابو البنات محتاج ايد تساعده، محتاج مع قوة صبره قلوب تدعمه، ناس تدعمه وتقول له ما تخافش. التغير المفاجئ ده لاي حد صعب جدا، صعب انه يبقى عايش وبيحلم وبيخطط لمستقبل افضل ولاسرته، ليه ولاسرته، مرة واحدة مرة واحدة الحال يتبدل وما يبقاش قادر على أي حاجة. الحقيقة إنها مسألة صعبة جدا، أكيد حضراتكم مقدرين، بس الأجمل إننا نكون يعني مقدرين وقادرين في نفس الوقت. إحنا حاولنا نفرح ناس كتير، وإن شاء الله يكون جمعة من المنضمين للقائمة. طلباته إن شاء الله سهلة، الراجل نفسه في كرسي متحرك وإنه يعمل علاج طبيعي ويتعرض على دكتور مخ وأعصاب ويكمل سداد ديون جوازة بنته. محتاجين دلوقتي نوصل للراجل الطيب أبو البنات ده إنه يطمن، وإنها بإذن الله هانت أصعب من كده وقدرنا بعون الله نفرحه. محتاجين نشوف الأسرة دي بشكل تاني معانا في بر وفرحة. محتاجين نسمع صوت الراجل ده
وهو بيشكر كل من ساهم في رجوع الحياة ليه مرة تانية. طول ما ربنا سبحانه وتعالى موجود هيفضل الأمل في التغيير للأفضل موجود.